مؤذن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يأكل مع النبي ويمشي مع النبي، كان يقعد مع النبي ويتحرك مع النبي. النبي إذا كان مضايق كيف كان يرتاح بالصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال؟ يقوم بلال ليأذن، يا بلال بأذانك راحة رسول الله. فمات رسول الله، فلا يجد بلال رسول الله، ولا يرى أمامه نبي الله يقول له أرحنا بها يا بلال. ألست أنت يا بلال من قال لك رسول الله أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا؟ أين بلال من سماع كلام رسول الله؟ ما تحمل بلال أنه يبقى عم بيشوف نفس الأماكن اللي كان يشوفها أيام النبي بس ما عم بيشوف النبي. ما تحمل أنه يأكل بنفس الأماكن اللي كان يأكل فيها النبي بس ما يشوف النبي. ما تحمل أنه يطلع يأذن بنفس المحل اللي كان يأذن فيه للنبي بس ما يكون النبي اللي يجي يصلي إمام. ما تحمل بلال، فقرر يسافر، ترك المدينة وانتقل إلى بلاد الشام. بعد مدة طالت السنوات بقوم بيشوف بلال النبي محمد بالمنام. رآه في المنام وهو يقول لمؤذنه بلال يا بلال أما اشتقت لنا؟ يا بلال ما هذه الجفوة؟ شو هالبعد؟ أما اشتقت لنا يا بلال؟ وبلال ما خرج من المدينة إلا من حبه بنبي الله محمد. فاستيقظ بلال وما تحمل أن يبقى بعيدا عن المدينة. ما تحمل بلال أن يبقى في بلاد الشام ورسول الله قال له أما اشتقت لنا يا بلال؟ فجهز بلال نفسه وذهب إلى المدينة، ذهب إلى مدينة حبيبه محمد، ذهب إلى مدينة رسوله محمد، ذهب إلى مدينة قائده ومعلمه محمد. دخل بلال، وصل إلى حجرة نبينا محمد، وعفر جبينه بتراب القبر، فرآه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رآه الحسن والحسين حفيدا رسول الله، والحسن والحسين لا يذكران وصف رسول الله لأنهما كانا صغيرين عندما مات رسول الله. قالا يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك، ذكرنا برسول الله يا بلال. أهل المدينة إذا سمعوا بلالا يؤذن تذكروا رسول الله. صعد بلال ورقي الموضع الذي كان يؤذن فيه لرسول الله، وابتدأ بلال بالأذان الذي كان يؤذنه لرسول الله. فلما قال بلال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، ولما قال بلال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجة المدينة إلى أن وصل إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. خرج الناس من بيوتهم حتى النساء والولدة يسألون هل بعث محمد حقا؟ هل خرج محمد من قبره؟ تذكروا رسول الله، تذكروا أذان بلال لرسول الله. بلال وهو على فراش الموت يموت، وتقول زوجته وهي تنادي وحزناه
على فقدك يا بلال. زوجها يموت وبلال في آلام الموت ويتذكر حبيبه محمدا فيقول بل وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وأي محبة هذه لنبينا محمد؟ فإن سألت ولم هذه المحبة أقول لك لأنه عظيم، بل لأن كل ما فيه عظيم، كيف لا يكون عظيما؟ وبه نتشرف، وبه نتعلم، وبه نتحسن، بل به ننقذ من نار جهنم. كيف لا يكون عظيما ونحن ونقول يوم القيامة نفسي نفسي؟ كلنا يقول يوم القيامة نفسي نفسي، أهوال عظيمة، فيقول نفسي نفسي، ومحمد يقول أمتي 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 أمتي، فكيف لا يكون عظيما وهو أشفق الناس علينا، أشفق علينا من أمهاتنا ومن آبائنا.